لو الارض كرويه ازاي ما بنقعش من عليها؟ طب ما هي لو الارض مسطحه ازاي برضو ما حدش وقع من عليها؟ يمكن ما حدش خد باله. قال يا عصام هي الارض فعلا مسطحه يا عصام؟ يا اسطى من زمان فعلا مسطحه. ايوه يا عم. يعني احنا كان بيضحك علينا ولا ايه؟ انت كنت في الفشخول اصلا. بجد؟ قال يا علي ده عصام بيقول ان الارض مسطحه. يا علي الكلام ده حقيقي؟ سيبك منه يا عم ده كذاب. إيه؟ يعني عصام اللي بيستهبلني؟ ايوه يا عم بيستهبلني. ازاي يعني يا علي الارض كرويه فعلا؟ ايوه يا اسطى بتخيط الشكل كمان. اما العصام بيضحك عليا ليه؟ سيبك منه. قال يا عصام ده علي بيقول انك بتستهبلني يا عصام. هو بيستهبلك يا يعني. ايه يا عصام دي طبيعه الشكل كمان؟ بجد؟ ايوه يا عم فوق. يعني هو اللي بيضحك عليا يا عصام؟ يعني الارض مسطحه؟ يا علي عصام بيقول انك بتضحك عليا. يا علي انت بتستهبلني يا علي. الارض مسطحه يا علي. هو كذاب. هو اللي كذاب. ده ايه النصيبه السودا دي يا ربي؟ بقول لك ايه يا وائل، هي الارض مسطحه ولا كرويه؟ ايه مثلثه؟ اهلا بيكم يا جماعه، النهارده في فيديو جديد. كنت قاعد مع نفسي كده عمال افكر يا ترى لو كل واحد بيشوف الفيديو ده عمل اشتراك للقناه ممكن نوصل ل 100,000 في خلال وقت قصير جدا. والله جايز، ده حتى في دراسه انا اللي عاملها بنفسي اثبتت ان اي حد يعمل اشتراك في قناتي فنسبه ذكائه عاليه جدا. وطبعا الدراسه دي مفيش شك في مصداقيتها، انا اللي عاملها بنفسي. اشترك بقى في القناه ويلا نبدا الفيديو. كنت قاعد كده مع نفسي وعمال افكر هل الارض فعلا مسطحه؟ مش يمكن تطلع مسطحه فعلا واحنا اللي مش عارفين؟ كلنا طبعا اخذنا في المدرسه ان الارض كرويه بعيدا عن ان انت ما كنتش بتذاكر اصلا. المهم ايه اللي يثبت لنا واحنا قاعدين في مكاننا كده ان الارض فعلا كرويه؟ مش ممكن يطلع الكلام ده كله غلط وتطلع الارض فعلا مسطحه ويطلع كان مضحوك علينا؟ بس انا بقى ما سبتش الموضوع ده لحد ما عرفت الحقيقه، وقلت بقى اجي اقول لكم الحقيقه لو انتوا عايزين تعرفوا ولا انتوا مش عايزين تعرفوا. احنا نجمع الاراء. ها مش عايز مش عايز مش عايز عايز. يبقى اقول لكم الحقيقه. تخيل معايا كده وانت ماشي بالليل في الشارع وزهقان بالدنيا وقرفان، الدنيا جايه عليا قوي. المهم قلت تقعد على جنب تطلع موبايلك وتشغل حمو بيكا وتفرفش شويه، وانت بتطلع موبايلك من جيبك هوب لقيت الموبايل فاصل شحن. طبعا انت اتعكننت اكتر ويومك اتقلب وبقى منيل بنيله. المهم وانت متعكنن كده وعمال تبص حواليك لقيت منظار جنبك، وما تسالنيش ايه اللي جاب منظار جنبك، قال يعني انت عارف انت ايه اللي جابك هنا اصلا؟ انت ايه اللي جابك هنا صحيح؟ انت قلت بقى تنتهز الفرصه وتتسلى شويه ومسكت المنظار ده بصيت فيه وقلت ابص في السماء شويه، خدت بالك من حاجه غريبه جدا ان الكواكب الثانيه اللي موجوده في السماء بيلف حواليها اقمار، وساعتها عرفت ان مش كوكب الارض بس هو اللي بيلف حواليه قمر، لا ده في كواكب ثانيه كتير في السماء بيلف حواليها اقمار. لا ومش كده وبس، ده انت خدت بالك كمان ان كل الكواكب اللي حواليك كرويه الشكل، والكلام ده حقيقي فعلا، يعني ممكن تتاكد منه بنفسك في الحقيقه، لان اول واحد اكتشف ان الكواكب الثانيه بيدور حواليها اقمار كان العالم جاليليو في سنه 1610، وطبعا ساعتها لا كان في تكنولوجيا ولا الكلام ده، الكلام ده كان زمان جدا. المهم بقى ان انت قعدت مع نفسك كده وعمال تقول مش يمكن الارض كمان تطلع كرويه؟ يعني اشمعنى كل الكواكب الثانيه كرويه واللي فيها حاجات كتير جدا شبه كوكب الارض؟ زي مثلا الاقمار اللي بتلف حوالين الكواكب الثانيه وبرضه بتلف حوالين كوكب الارض، فقعدت تقول يمكن احنا كمان نبقى زينا زيهم، لكن فجاه انت غيرت رايك وقلت لا 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 اكيد الكلام ده كله غلط، لان لو الارض كرويه وبتلف ليه الطياره اما تطير فوق بتحتاج ان هي تتحرك؟ ما لو الارض كرويه وبتتحرك الطياره بس هتطير فوق وتستنى الارض اما تتحرك من تحت وبعدين تنزل تاني من غير ما تتحرك وهتروح المكان اللي هي عايزاه، وقمت موقف ميكروباص وراكبه عشان تروح وقلت اكيد الارض مسطحه يا اسطى. وفجأة وانت قاعد كده في الميكروباص لقيت دبانة رزلة عمالة ترزل عليك في الهواء رايحة جاية. ايه الرزالة دي؟ وفجأة كده قمت قايل هو ازاي الدبانة دي قاعدة تطير جوه الميكروباص وهو ماشي ومع ذلك ما خبطتش في ازاز الميكروباص؟ مش المفروض الميكروباص وهو ماشي يخبط الدبانة اللي طايرة في الهواء جواه؟ ده معناه ايه؟ أنا أقول لك ده معناه ايه؟ في حاجة اسمها الكسور الذاتي، والكسور الذاتي ده معناه إن أي جسم بياخد سرعة الجسم اللي هو عليه طول ما السرعة دي ثابتة، وعشان كده الدبانة اللي طايرة في الهواء جوه الميكروباص وأنت واخدين نفس سرعة الميكروباص اللي أنت جواه، لأن حتى الهواء اللي في الميكروباص جوه بيبقى واخد سرعة الميكروباص، وعشان كده برضو الطيارة وهي طايرة فوق كوكب الأرض بتاخد نفس سرعته بالظبط، وعشان كده الطيارة لو طارت فوق الكوكب ووقفت فوق من غير ما تتحرك مش هتمشي. تخيل معايا إن الكرة دي هي كوكب الأرض، ودلوقتي الطيارة طارت من كوكب الارض كده فوق. تخيل معايا لو كوكب الارض بيلف كده والطياره بتلف معاه، كل ما كوكب الارض يلف الطياره هتلف معاه بسبب الكسور الذاتي، فلو فضلت واقفه مكانها عمرها ما تتحرك، فعشان كده الطياره بتحتاج انها تمشي رغم ان كوكب الارض هو كمان بيلف. طبعا وانت قاعد في الميكروباص كده قلت هي الارض ما طلعتش مسطحه ولا ايه؟ قلت تعمل ايه بقى؟ قمت مطلع موبايلك من
من جيبك عشان تكلم صاحبك اللي في امريكا تناقشه في الموضوع ده. فطبعا لقيت موبايلك فاصل شحن، اوعى تفتكرني نسيت. المهم بقى قمت واخد موبايل من اللي قاعد جنبك وقلت تكلم صاحبك، وبعد ما كلمته يا ريتك ما كلمته عشان الدنيا اتقلبت اكتر. بعد ما كلمت صاحبك ده عرفت منه ان الدنيا دلوقتي عند الصبح رغم ان الدنيا عندك بالليل دلوقتي. فطبعا انت اتفاجئت وقلت ازاي ده. انا بقى هقولك ازاي دلوقتي. عمر ما ده هيحصل الا لو كانت الارض كروية الشكل، والشمس دي حاجة كبيرة جدا بعيدة عن الارض، والارض هي اللي بتدور قدام الشمس. تخيل معايا تاني ان هي دي الارض، ودلوقتي الشمس دي حاجة كبيرة جدا واقفة بعيدة عن الارض، فبالتالي لما الشمس تبقى منورة الحتة دي هتبقى الناحية التانية ظلمة، وبالتالي برضو اما الارض تلف كده حوالين نفسها ساعتها الحتة اللي كانت مظلمة هتنور والحتة اللي كانت منورة هتظلم. لكن تخيل معايا بقى لو الارض مسطحة زي الطبق ده كده، والشمس والقمر دول عبارة عن جسم صغير فوق الارض كده وبيلفوا حوالين الارض، فلو كانت منورة الحتة دي مهما كان انت هتفضل شايفها من الناحية التانية في الارض، لان انت لو على ارض مسطحة والشمس دي عبارة عن جسم فوق الارض فانت هتفضل شايفها مهما حصل، لانك لو شفت في الحقيقة زي الفيديو اللي جنبي ده هتلاقي الشمس بتختفي بكامل حجمها، وده مستحيل يحصل لو الارض مسطحة والشمس دي فوقيها. ولو الشمس دي فعلا جسم صغير فوق الارض مسطحة فمهما الشمس تبعد انت هتفضل شايفها عمالة تصغر تصغر لحد ما تبعد بعيد. والتفسير الوحيد ايه؟ ان الارض تكون كروية قدام الشمس وعمالة تلف كده، فبالتالي لما هنا هيبقى فيه صبح هيبقى هنا فيه بالليل لحد ما تلف الكرة الأرضية كده، هيبقى هنا فيه الصبح وهنا فيه بالليل. طبعا انت زمانك دلوقتي عمال تقول انا ايه اللي نزلني في الشارع اصلا. المهم كده وانت قاعد سرحان في الميكروباص قام سواق الميكروباص قال لك الأجرة. ما انت بصراحة من ساعة ما ركبت ما دفعتش الأجرة وانا نسيت اقولك. قمت مطلع الأجرة من جيبك ومديهاله قام قايل لك ماشي يا نجم. طبعا انت استوقفتك كلمة نجم اللي قالها لك دي، وقلت اكيد لو الارض كروية النجوم اللي في السماء هتبقى مختلفة من كل ناحية في الارض، زي الصورة اللي جنبي دي بالظبط. دلوقتي لو انت واقف في ناحية في الارض وباصص في السماء على النجوم انت هتشوف النجوم اللي في الناحية اللي انت باصص منها، لكن النجوم اللي في الناحية التانية انت مش هتشوفها. لكن برضو زي الصورة دي لو انت واقف على ارض مسطحة فانت هتبقى شايف كل النجوم اللي في السماء لو انت بس رفعت راسك وبصيت فوق. والكلام ده حقيقي فعلا، واول واحد اكتشف الموضوع ده كان ارسطو. ارسطو لاحظ وجود ابراج فلكيه مختلفه لما بعد عن خط الاستواء، اخذ باله ان في نجوم في السماء ممكن تشوفها وانت في مصر، وقبرص مستحيل تشوفها وانت في المناطق الشماليه، وده طبعا شيء طبيعي يحصل جدا على ارض كرويه لكن مستحيل يحصل على ارض مسطحه. المهم وانت قاعد كده في الميكروباص وخلاص قربت تقتنع ان الارض كرويه قام واحد قاعد جنبك قطع تفكيرك وقام قايل لك شفت يا باشا مره انا وصاحبي قاعدين في المينا ظهرت حاجه غريبه جدا، شفنا سفينه وهي جايه من بعيد كانها بتطلع من تحت الميه. السفينه يا باشا كانها كانت غرقانه في الميه وطلعت من تحت الميه، ما تعرفش تفسيره ايه ده يا باشا. طبعا بعيدا عن ان الراجل ده كان غتت جدا بصراحه، بس انت سرحت في كلامه اللي قاله رغم انه غتت، بس بصراحه بيقول كلام حكم والله. انت لو فعلا بصيت على اي سفينه جايه من بعيد الكلام ده هيحصل، بمعنى ان لو انت على ارض مسطحه اللي انت هتشوفه السفينه جايه من بعيد هنا وانت واقف هنا ان السفينه صغيره وعماله تكبر 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 لحد ما تبقى واقفه قدامك، لكن مش ده اللي بيحصل في الحقيقه. اللي بيحصل حاجه تانية وهقولها لكم دلوقتي. اللي بيحصل ان السفينه بتبان فجاه من بعيد وكانها طالعه من تحت الميه. تخيل معايا ان الكوره دي زي كوكب الارض وان دي السفينه اللي ماشيه. المهم لو السفينه جايه من ورا كده انت مش هتفضل شايفها الا السفينه لما تقعد تمشي 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 هتبدا تشوفها كانها بتطلع مره واحده من العدم، وهو ده اللي بيحصل في الحقيقه فعلا. المهم بقى انك نزلت من الميكروباص وطلعت بيتك مقتنع تماما ان الارض كرويه، وطلع في دماغك ان انت هتسافر لصاحبك اللي عايش بره. بصراحه انت بيطلع لك قرارات غريبه فجاه. المهم بقى انك رحت حجزت تذكره الطياره وخلاص انت مسافر، وطبعا صحيت الصبح فايق كده وفرحان انك هتسافر ولبست هدومك ونزلت ورحت المطار وركبت الطياره. لكن بقى وانت في الطياره خدت بالك انها بقالها كتير جدا ماشيه في خط مستقيم من غير ما تحود، ورغم كده ما خرجتش بره حافه الارض. لان تخيل معايا كده لو الارض مسطحه وفي طيارات ماشيه فوقيها اكيد في مره من المرات طياره هتقوم خارجه بره حافه الارض. عمرك سمعت قبل كده عن طياره خرجت بره حافه الارض؟ وبرده تخيل معايا لو الارض مسطحه بالشكل ده ازاي لحد دلوقتي محدش شافها ولا خد باله منها؟ الناس منذ بدايه الخليقه بتروح وتيجي وتسافر من هنا لهنا، لكن رغم كده عمره ما حد خد باله ان الارض ليها حافه. ده غير ان مستحيل العالم كله يجتمع في مؤامره واحده ويخبي حاجه زي دي، لان لو في ناس عندها مصلحه انها تخبي
ان الارض مسطحه، اكيد في ناس تانية ما عندهاش مصلحه في كده، وهتورينا صور لحافه الارض دي او هتاخدنا وتودينا هناك. وده ما حصلش لحد دلوقتي لان الارض كرويه الشكل مش مسطحه. تخيل برضو معايا وانت قاعد في الطياره كده، والطياره كانت عاليه فوق شويه، فقلت اما ابص من الشباك اللي جنبي ده. لو انت بصيت من الشباك اصلا هتاخد بالك ان الارض كرويه، لان شباك الطياره وهي عاليه بيبقى مبين ان الارض كرويه اصلا زي الصوره اللي جنبي دي كده. وطبعا انا عارف اللي ممكن حد يقوله، هيقول ان الشباك بتاع الطياره هو اللي مصمم ان يوريك الشكل الكروي بتاع الارض. لكن بكل بساطه هقول له لو الشباك هو اللي مصمم كده، ليه والطياره على الارض انت ما بتشوفش الارض كرويه؟ ليه لما بتطلع فوق بتشوف الارض كرويه؟ لان بكل بساطه ان الارض فعلا كرويه. المهم بقى انك نزلت من الطياره وقابلت صاحبك ورحت خدته بالحضن وقلت له وحشني يا اسطى، وهو قال لك انت كمان يا زميكس. وبس كده، انت عايز تلف فين تاني؟ شويه تبقى في الشارع وشويه راكب الميكروباص وشويه طياره، انت فاضي ولا ايه؟ هل فعلا الناس بتضحك علينا؟ لو فكرت في الموضوع ده هتلاقي ان مفيش اي سبب يخلي ناس تضحك عليك، لانها مش هتجني من الموضوع ده اي حاجه. محدش هيبقى عارف الحقيقه ويخبيها لمجرد انه عايز يخبيها وخلاص. ده غير ان ناسا مش هي وكاله الفضاء الوحيده اللي موجوده، بالعكس في كتير جدا، زي وكالة جاكسا وكنديان سبيس ايجنسي وروس كوزموس وكل الوكالات اللي جنبي دي. كل الوكالات دي مختصة برضو بالفضاء، ولو كانت ناسا بتكذب علينا اكيد في اي وكالة من الوكالات دي هتقول الحقيقة. في الستين سنة اللي فاتوا اطلقت اقمار صناعية ومسبارات فضائية كتير جدا، وخلتنا يبقى معانا صور كتير للفضاء، ورغم كده مفيش واحد قدر يجيب صورة واحدة بس للارض وهي مسطحة. وطبعا مش من المنطق ان يكون العالم كله بيضحك علينا ومتآمر ضدنا. كون ان انت تفتكر ان الارض مسطحة دي مش حاجة وحشة، بالعكس بتثبت ان انت شخص بتحب تدور على الحقيقة. لكن المشكلة ان انت لازم تكمل طريقك للاخر لحد ما توصل للحقيقة. فعلا في حاجات كتيرة جدا حواليك تثبت ان الارض كروية من غير وكالة ناسا اصلا. انا قلت في الفيديو ده كام حاجة بسيطة، لكن الحاجات اللي موجودة اكتر من كده بكتير، وكمل في البحث لحد ما توصل فعلا للحقيقة. واظن بقى كفاية عليكم لحد كده عشان انا تعبت بصراحة. ولو عجبك الفيديو شير الفيديو ده في كل حتة وانزل حط لايك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.